تنضم لعائلتنا عائلة الحروف. ضيفي اليوم موجود في داخل هذا الصندوق، صندوق المفاجآت. لدي صور ومجسمات تحتوي على حرفي الذي سنأخذه اليوم. يلا نبلش، كلنا رح نطلع ونشوف ايش فيه بداخل الصندوق. نبلش من عند ألمى. يلا يا ألمى. ألمى تعي هون. والثاني هي ألمى غرض من الصندوق. يلا من هون. أيوة. يلا. هاي الصورة. هاي. ما هذه الصورة؟ ايش اسمها هاي الصورة ماما؟ الحيوان هذا ايش اسمه؟ بطريق. بطريق. ما اسمه؟ بطريق. بطريق. إذا أول صورة صورة بطريق. رعد اختار غرضا من الصندوق. يلا رعد. يلا خلينا نشوف رعد ايش رح يختار. طماطم. ما هذه؟ طماطم. طماطم. أحسنت، شكرا يا رعد. لا خليني أنا. يلا. لا يلا يا حلا اختاري غرضا من الصندوق يا حلا. يلا. بابا. لا ايش اسمه هذا؟ شرطي. شرطي. لف الصورة اللي مشوفوها اصحابنا. يلا ما هذه الصورة يا حلا؟ شرطي. شرطي. احسنتي، صورته شرطي. حسين. يلا حسين اختار غرضا من الصندوق. حسين. اسرع اسرع يا حسين. رعد. هيا هذه الصورة نطلعها. يلا ما هذه الصورة؟ طبلة. صورة طبلة. أحسنت، صورة طبلة. هيا طبلة. ألمى خلينا نشوف ألمى شو رح تختار. يعني ما تلعيب أفضل؟ آه لأن الصندوق مليان ماما أغراض. هيا هيا هيا. يلا إيش ما هذه الصورة؟ أخطبوط. أحسنتي، صورة أخطبوط. صورة أخطبوط. شكرا يا اختر غرضا من الصندوق. ما هذه؟ قطة. قطة. إذا هذا مجسم لي قطة. ما اسمها؟ قطة. قطة. أحسنت يا رعد، شكرا. ماس حلا. يلا يلا حسين اختر غرضا من الصندوق. يلا ما هذه الصورة؟ منطاد. منطاد. هيك ترجمي اياها. صورة منطاد. منطاد. أحسنت يا حسين. يلا حلا اختاري غرضا من الصندوق يا حلا. خليك في المكان. يلا ما هذه الصورة؟ شارك. طيب فيه له اسم آخر. طريق. أحسنتي يا حلا، رائعة. طريق. أحسنتي حلا، صورته طريق. اليوم يا أول في مادة اللغة العربية سنتعرف على حرف جديد، حرف سينضم إلى عائلتنا عائلة الحروف. لدي هنا صورة طائرة. طائرة. ما اسمها؟ طائرة. طائرة. وهنا طفل. 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 وهذا ما اسمه؟ طريق. طريق. ما اسمه؟ طريق. ما هذه الصورة؟ منطاد. منطاد. أخطبوط. أخطبوط. شرطي. شرطي. بطريق. بطريق. أحسنتي. طيب حرفي لليوم يلا حلا من أب. أب. ما هو حرفي؟ أب. أحسنتم، حرفي هو حرف الطاء. اسمه طاء. صوته إط. صوته إط. هذا حرفي. ما اسمه؟ حرف حرف الطاء. صوته إط. ما صوته الأول؟ العصاي هون. نكتب كمان مرة. يس. ببلش من السطر.
بطلع بعمل خط هيك. لا شو بتصير هديك؟ بجيب هون. ها شو بتصير؟ العصاي هون، لو عملت هيك وعملت هيك. شو بتصير؟ صا. ايش احسن ايش بتصير؟ صا. صا. اذا مش حرف ليه؟ طب اكتبي لها عاوي ثاني شو بتصير؟ طب بعدين بناخذ المقاطع، رح ناخذ الحرف مع المقاطع، اذا هذا هو حرفي يا اول، هذا هو حرفي لليوم. طيب رح اعمل، خليني اجيب البطاقات. ليش؟ عشان نشوف حرفنا كيف بيكون شكله مع المقاطع الطويلة والمقاطع القصيرة، وكيف بدي اقرأه. حرفي هو حرف أب. طيب رح ابلش اول اشي بحروف المد. مين بيتذكر او يحكي لي ما هي حروف المد؟ اضيف تنوين الفتح على الحرف. طن طن.
الأرض مع تنوين الكسر. كيف بدي أقرأه؟ طن 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 طن. أحسنتم أبطال، أحسنتم رائعين. طيب الآن حكينا عن حرف الله. قد يأتي في أول الكلمة، وسط الكلمة، أو آخر الكلمة. فنين شكلهم؟ هلا بتشوف أشكالهم. آخر الكلمة؟ هذي ماما نفس الشكل، نفس الشكل رح يكون حرف الأط. ما بنغير، بضل زي ما ماما عينك على اللوح. خلينا نبلش بأول صورة. اقرأ لي أول مقطع. نستكمل تجريد حرف الطاء غدا إن شاء الله.